O da buş. Akbar. Çedesi. Ya damay. Ruş rengi. Çaşmış rengi kuş yo damay ya cibay. Ne ters? Allahu Bismillahirrahmanirrahim. Ekber. Ne bıçık fakat ne bıçık. Çaşmam. İnne şecerete zekkum Allahu Ekber. كالمهل يغلي في أشهد أن البطون كغلي لا إله الحميم كغلي أشهد أن الحميم خذوه أشهد فاعتلوه أن إلى سواء الجحيم ثم حي على صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بسم الله الرحمن الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم طعام الأثيم ده چشم روشن میشه ابرنده توریک میشه رنگ آن یک در میگه انشاءالله یک علامه میبینی کن یک بسم الله الرحمن الرحیم این شجرت الزقوم طعام الاثیم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون.
إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. كم ليجان نفس چشمتان چی میگن کو پرسو چی میخوای قبضه قچو بدیلت قبضه چی میگن کیروی تو که بگو. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين يا أيها الناس قد جاتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله